خير؟ صباح الفل. شفتي بقى الازعاج ده على الصبح؟ لا عايز اخلص. طب نضفي بقى كويس. طب ساعديني بدل ما انتي واقفه ترغي كده. انت على الصبح بجد. بقول لك ايه؟ عايزاكي. لا فوقك مش هديكي فلوس. لا فلوس ايه بس؟ عايزاكي تفكري معايا بجد هعمل ايه؟ في ايه؟ دلوقتي انا عندي بروفة المسرح بعد الجامعه. اتحججت بعد ميلاد سلمى طبعا وما وافقتش. طب ما اكيد مش هتوافق. طب هعمل ايه يا اروى بجد؟ دي الحاجه الوحيده اللي بعملها وانا مبسوطه يا اروى. لا فكك بقى من حوار البروفا بتاع النهارده ده، وابقي ظبطي جدول المحاضرات من الاسبوع الجاي وخلاص. واكدب؟ ده على اساس ايه يعني؟ خلاص هعمل كده. بس انا لازم احضر النهارده. فانا عندي فكره بقى. مش انت كنتي عايزه تغيري الكفر والسكرين بروتكتور بتوعك؟ اه. خلاص يبقى انت تقولي لي هتعدي على هند النهارده بعد الجامعه نعمل المشوار ده مع بعض. خش بروفة المسرحيه تستنيني الساعه دي بس، بعدين نطلع نروح نجيبهم نرجع البيت مع بعض. واكدب؟ عشان خاطري بيبي بقى. دلوقتي بقيت بيبي ها؟ ماشي. بس خلي بالك ان امك لو عرفت حوار التمثيل ده هتقلب عليكي جامد ها؟ خلاص بقى. سيبيها على الله. يلا انا هنطلق. ماشي. شفتيش موبايلي؟ هتلاقيه ورا. يا نهار اسود. في ايه؟ ماما خدت موبايلي سالت موبايلها. يا لهوي. ايوه ماما. هو انت ليه غيرتي اسمك على موبايلي؟ ايه ماما دي؟ لا يا ماما انت سبتي موبايلك وخدتي موبايلي. خلاص بقى مش مهم خلي موبايلي معاكي. هو ايه اللي مش مهم يا ماما؟ لا انا عايزه موبايلي. قولي لي انت فين؟ انت في الشغل؟ لا يا حبيبتي انا مش في مكان الشغل اللي انت عارفاه. ايوه ابعتي لي طيب اللوكيشن. بس ابعتي لي اللوكيشن على رقمك انت وانا هتصرف. ماشي. هنطلع نقعد في ربع ساعه عقبال انكل عزم ما يخلص. معلش يا ماما مش قادر اطلع. من فضلك اطلع انت بس ما تاخرش عليا. عارف يا مراد انا جبتك معايا من الصبح ليه؟ عشان مشوار الاسم يا بابا اللي ملوش اي لازمه. لا عشان عارفك وعارف دماغك هتفضل كده تغل وتهري وتنكت. انا كلمته وقال ينفع نعمل محضر. يا بابا وبعد المحضر برضه هم يشوفوا شغلهم يا مراد. يلا حبيبي نطلع نشرب حاجه يكون انكل عازم خلص ورديته ويكلمنا ننزل على طول. معلش يا بابا اطلع لوحدك بس انا والله مزاجي وحش قوي النهارده. معلش. ماشي يا مراد. لا اله الا الله يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم على الصبح. ايه هو انت بتشوفيش؟ بتزعق ليه؟ ما انت واخد مكانين اصلا. هو اي كلام وخلاص واخد مكانين في الوسع ده كله. اركني في اي حته. عايزه تركني هنا بالذات في زفت كراك تستخدميه. ما حصلش حاجه خلاص. وانا هستنى لما يحصل. انا مش فاهمه المفروض اعمل ايه يعني. ما خلاص انت بتتكلمي كده ليه اصلا؟ بس يا مراد خلاص اتفضلي بقى حضرتك رجعي عشان اعرف اطلع. ده انت اللي اداك رخصه ظلمك. اللي اداك انت رخصه ظلمنا احنا. ما انت ما بتعرفش تركن اصلا. يا شيخ ايه ده خير يا باشمهندس حسن؟ في حاجه ولا ايه؟ انت فين يا زفت من الصبح؟ موجود يا باشمهندس بس كنت بجيب كوبايه الشاي. حصل خير على فكره يا استاذه حضرتك هنا ما فيش ركنه اصلا. ليه اشتريته الشارع؟ امشي يا ابني من هنا بدل ما احبسك. ايه تحبسيني؟ احبسك. روح يا رفعت روح شوف شغلك. يلا ماشي يا هندسه. عموما هي اول ما تطلع انا هحط اللماع ومحدش هيركن هنا تاني. حضرتك بقى تتاخري ولا ايه؟ ده مالك اتاخر ولا ما اتاخرش؟ ايه ده؟ استغفر الله العظيم يا رب. غريبه جدا جدا يعني وبتبجع. اتاخرتي ليه؟ اتاخرت ايه؟ ما هو بقاليش 10 دقايق. يعني انت واقفه هنا ليه اصلا؟ مش تعرفي منعم؟ منعم مين؟ كنت بتجري امبارح من العماره وسلمتي عليه. ايه في ايه؟ معرفش. لما الورق وقع منك انا مش عايز منك اي حاجه بس غير عنوانه. انت بتقول ايه؟ ابعد يا ابني من هنا. ايه يا مراد فهمني يا بابا. والله العظيم البنت دي تعرف النصاب وسلمت عليه امبارح وانا بديه الاوردر. نصاب ايه واوردر ايه؟ امشي يا ابني من هنا بدل ما اجيب لك البوليس. بوليس ايه بس؟ هو قال حاجه؟ بيكلمكم بادب. انا ما اعرفش حاجه يا ماما. والله العظيم يا بابا هي. امشي يا ابني من هنا. خلاص يا مراد خلاص خلاص يا حبيبي. قلة ادب على فكره. مش قلة ادب. ما تقولوش كده على ابني. وتصدق بقى انا الغلطان عشان من اول ما خبطيني كان لازم ابلغ البوليس على الخبطه. بس بقى اطلبي التاكسي افضل واقفه معاكي. ده اللي قرف اللي بتشوفه على الصبح. خلاص يا ماما اهدي خلاص. جه يا جماعه. وصل صباح الخير. صباح النور. الف مبروك يا باشمهندس.
يا جماعه يا جماعه من فضلكم القرار لسه ما طلعش. احنا جبناها من الكنترول يا باشمهندس. الجديد وصل. الباشا وصل. والله بنوزع شربات الصبح يا باشمهندس. ربنا يفرح قلبك. هو ايه اللي بيحصل هنا ده؟ هو مين حضرتك؟ المهندسة نادية عبد الله رئيسة مجلس الإدارة.